صباح الخير اخوان. المهم فحنا فطرنا مزيان الحمد لله. الدراري عام هكايا. خونا الاسطوره اللي معنا قال لك اكتشف واحد الكهف هنايا، ادينا باش نشوفوه. المهم بقاو معنا باش تتابعوا الاحداث كامله. تحياتي لكم. واش الاخوه مزيان؟ المهم فعلنا مع الاسطوره اللي هذا هو اللي ورانا هذا الكهف هذا، وعندنا باش الغراض هادشي تمشي عليهم. المهم ورانا الدخله ديالو العيباش، ودابا غادي ندخلو ان شاء الله نشوفو شنو في الداخل. واحد من استراليا جا، وحنا ولاد المغرب ما عارفينش هاد الكهف، هو عارف بالحق. جينا عينا مغاربه مخلين اماره فيه، بغيت نوريها لكم ولكن حشمت مع الدخله ديالو. لكم الاخوه أو في نوايا، يلا تحركوا الإخوة، سيروا وحدي، أمشوا. حط في دوك التقيبة رجليك. الناس اللي تخاف من الخفاش ولا شحال من جيران. الاخوان دابا ما يبقى يبان والو، غادي نمشيو مع الظلام وداكشي. وبزروها طاق. المهم كنتمنى هادشي يبان لكم مزيان الدراري. تا ورا ورا ورا. شتيهم كيلعبوا معانا، شتيهم شتيهم. شوف شوف كيفاش كيتعلق، شوف كيفاش كيتعلق، شوف كيفاش كيتعلق. شتي هاو فينا، شتي راه شاد السون، واش خاف من النمور؟ واش غادي ندير لك كاع؟ يلاه اهلا بكم يا اخوان، اهلا بكم في كهفي. دابا جات اللحظه اللي غادي نديها فيها حمام طين، حمام طين. دابا اتعرف كيفاش دايره؟ دينا وسط الطين ومشيو ندوشو دابا وتحيه.